فالواجب على شباب المسلمين أن يتنبهوا لأنفسهم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجماعات، على صلاة الجماعة، حث على صلاة الجماعة في المساجد، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ألا وإن الشيطان ذئب الإنسان. الشيطان يقصد دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن، كلهم شياطين، ويأخذون القاصي من شباب المسلمين ومن أبناء المسلمين، ويحرفونه إلى هواهم وإلى مبادئهم. أما الشاب الذي يلازم المساجد ويلازم جماعة المسلمين ويتلقى العلم من المساجد ومن دور العلم، فهذا لا يستطيعون أن يحرفوه، وليس لهم عليه سلطان. إنما يأخذون من ظفروا به منعزلا أو فاشلا في الدراسة، أو متشددا يرى أن الدراسة حرام، أو مضللا يضلل علماء المسلمين ويلتمس العلم عند غيرهم، هذا هو الذي يقتنصه شياطين الإنس والجن.